رغم انشغاله بإدارة أعماله الخاصة، إلا أنه دعم الشباب خاصة في برامج الطبخ ورسم البهجة في السماء من خلال الطائرات الورقية. يمر الإنسان بعدة محطات ويواجه العديد من العقبات التي قد تكون كالحجر في طريق خطواته نحو النجاح، ولكن من يتغلب على كل عقبة تواجهه ويتخطى الصعاب يصنع النجاح لنفسه. ولأن ضيفنا اليوم له مكانة مرموقة في المجتمع ويعتبر من الشخصيات الناجحة والمتميزة، مؤكداً أن طريق النجاح لم يكن مفروشاً له بالورد، ولهذا السبب نقترب منه أكثر في برنامج عن قرب لنعرف عن مسيرة حياة عبد الرحمن شيخان الفارسي. عبد الرحمن شيخان الفارسي رجل أعمال من سنة 86، اشتغل روحي الأعمال الخاصة لي، مزوج، عندي 5 من الأولاد، خلي أقول ولدين و3 بنات، عندي 6 أحفاد. اهتماماتي للأمانة كانت ولا تزال في التعليم، الاهتمامات خلينا نقول هي خارج نطاق العمل في التعليم أو في قطاع الشباب. أبو فارس، ما شاء الله عليك، أنت معروف في دعمك للشباب خاصة في مجال الطبخ والتصوير والطائرات الورقية والعديد من الأنشطة الأخرى. لكن إحنا نعرف اسمك ونعرف البزنسز اللي أنت نعرفت فيهم، بس شخصيتك ما يعرفها إلا اللي اشتغل معك. فودنا نعرف اليوم أكثر منه هالشخص الكريم اللي دائما يدعم الشباب الكويتي، بداية من طفولتك ومراحل طبعا المدارس وثانوية الشويخ. كلمنا عنك وانت صغير وعن ذيك الايام، ولو ان ادري ان انت ما تحب كلمة ايام الطيبين. ايه، لان الطيبين موجودين كانوا ولا يزالوا موجودين، واللي مو زينين كانوا موجودين ولا يزالوا مو موجودين. يعني في الناس الطيبة وهم كثر، وفي الناس اللي خلق المهم زينة والناس السلبية أيضا موجودين هم في هذه الدنيا. كانت الدنيا أصعب بالمعيشة. كان الياهل عشان الواحد خلق يسبح هذا الياهل لازم تروحين تجيبين الماء وتسخنين، وهذا إلى الحين بطنين بس حنفية. بس كانت الدنيا أسهل، دائما في القل يصير أكل البركة تكون موجودة. كنا قبل أساس نحصل هالصمونة هالنوعية هالهمبرجر هذا، والله كانت له وناستها. الآن حتى مع الشباب الحين، خلي إحنا الحين واحد كبر يقول الحين أنت ما تهتم لهذه الأشياء. لا، بس الـ 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 كانت البركة وناستنا بالشغلة. أنت ماكل هالشغلة الله أكبر، أنت لاعب هاللعبة، كانت الدرباحة وناسة عندنا. الآن لا، للأسف أوكي تغيرت هي المفاهيم وتغيرت الأشياء وتغيرت كل يعني هذه الظروف بسبب يعني تطور التكنولوجيا، الفلوس. بس ترى للأسف الجزء السلبي منها عندنا على 6 و7 سنين عندهم ديسكات برقابهم. صحيح. وهذه شغلة يعني يمكن من هذا البرنامج الحلو أنا أطلب فيها من كل أم وأبو، لا ترى مو هو لن نفتك من حنة عيالنا أن نعطيهم هذيلا. شوفي بالنسبة لي يعني يمكن أنا اللي وعيت، وهذا لما كنا في منطقة يعني الدسمة، كنا بشرق، أنا انولدت بشرق وهذا بسمينا الدسمة. أوكي هم كنت صغير يعني عمري 2-3 سنين، بس خلي أقول من العشر سنين لا كنا يعني هناك الألفة بالفريج ولعب الكرة والحتة يعني مسكت عن طائرات ورقية، حتة تسوي طائرات ورقية وشون كنا نطيرها. يدي علمني شلون أطير الطيارات. أول مرة علمني كان بالشاليه، كنت صغير كنت ما أعرف، بس الحين تعلمت شلون، أعطاني أول طيارة اللي هي البوز. أستانس أنا لما أطير الطيارة، لما أنا أكبر راح أستمر بتطير الطيارات. هناك بدأ حبك للطائرات الورقية من ذيك الأيام وبالدسمة، يعني كنت تركبها بنفسك ولا بأي عمر بدأ؟ إيه، هو ترى يعني كانت هلا قاعد أقول لك أي شيء كان يونسنا، ماكو شيء
ماكو شيء يعني انت بال يعني هذا تكلمت حتى في الستينات اوكي الساعه 7 ماكو صار شيء الساعه 9 لو جاي بياكل ماكو مطعم بطل ماكو دكان بطل ماكو حد هذا لها مو مثل الحين ها اوكي الحين شيء هم بس تظل مثل ما قلت لك البركه كانت تكون وايد اكثر فرحتك في الشيء تكون وايد اكثر ها فكان كنت ممكن تلعب انت تطلع الحين الأم ما يقدرون صحيح إذن من أجمل الأشياء والفرص اللي حصلت لك هي دراستك في مصر ولكن شاءت الأقدار أنك ما تكمل في مصر مع أن ذاك الوقت كانوا يعني يحسدون اللي راحوا مصر كانوا قلائل من الكويتيين هي والله الأمانة كذي بس هي تقدير يعني صارت من صوبة كذي مثل اللي عاكست وياي أنا الشغلة شوية هناك وهني فتح المعهد التجاري الحكي بال75 بس يعني هناك وقفت أنا بس خلاص ما بي الشغلة وهني هذا أيضا شجعني بس خلاص وخلص والله المعهد التجاري هم كان تقديرنا امتياز وكان مفروض أعطونا يعني هم بعثة أن أروح أكمل بأمريكا والسواب هذه بس أيضا سبحان الله بس خلاص ما الكتبة لما تصير كان يعني كلش واحد حجزنا وكل شيء بنروح بس انتهت الشغلة أنا ما صارت بس خلاص يعني أنا من المؤمنين خلاص يعني أكو أشياء نصيب ربك ما يقدرها يعني ما أعطاك التقدير لها أنك أنت تكملها بس ما تدري يعني وين كانت الخيرة يعني فيها نعم. هل أنت من الأشخاص اللي على الرغم من سفرك الدائم إلا أنك ما تلاقي راحتك إلا بالكويت في وايد ناس كذي الكويت مهما تكون ضمن مكانك تمام يعني بيتك وديرتك وأهلك وشوارعك السفر برا انت قاعد مهما يكون انت قاعد تغير انت قاعد تريح حتى لو تطلع انت تهني بالكويت لو توصل اي منطقه قريبه يمك ها ما تفرق وياك انت بدلت انت يعني حتى مثلا انت طلعت من هنا رحت المملكه السعوديه او رحت البحرين اوكي بالاخير نفس عاداتنا وطباعنا واكلنا وكل شيء نفس الشيء بس هم وناسها مو نفس الفريق مو نفس الشارع مو نفس الناس اللبس نفس اللبس والحكي نفس الحكي لكن يعني تفرق التغيير لك هذا بس السفر هم مدة لا من الكويت هي البداية ثم يتوالى الأثر عاما بعد عام ويستمر الأجر طوال الحياة وبعد الممات إلى ما شاء الله وقفك يدوم ابدأ بالوقف ويدي علمني شلون أطير الطيارة عشان أعرف أطيرها بالكايت الفان تايم لما نروح بالكايت ونطير الطيارات في مرة أنا طير طيارة وايد دارت أنت ما شاء الله عليك شخصية مودرن من أكثر الناس اللي قابلتهم ما عندهم وايد حنين للزمن الجميل مستمتعين في الزمن الحالي وقدروا أنهم يندمجون مع جميع الأجيال هذا يعني بالعكس يعتبر شيء حلو لأن الأغلبية ما أدري عندهم دائما حنين حق الشيء اللي يعرفونه وعاشوا فيه واستقروا شوفي لما يقولون الزمن الجميل تدري ليش؟ لأنهم كانوا يحال ماكو أونس من أن أنت تكون عايش في الدنيا ما عندك مسؤولية ما عندك مسؤولية تتعقل تشرب الأم والأبو ما يقصلوا لك وطبخوا لك وهو اللي يجيبوا لك كل شيء تمام فما عندك أنت أي مسؤولية فتسوي تبين أنت فهذه الشغلة ما يقول لك والله أي واحد يقول لك إيه والله قبل هذا سواء عمره 80 سنة أو 90 سنة وقاعد يتكلم مثلا عن أيام الثلاثينات نفس الشيء أنا قاعد يتكلم لما كان هو 14 و15 سنة شباب صغير نشيط لا 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 السوالف هذه ونفس الشيء لما عمره 60 هم يتكلم والله مثلا الخمسينات لما
هو قاعد يتكلم عن مرحلة طفولته، مرحلة اللامسؤولية. أيوة. هذا اللي هم يبونه. ما كان عنده أي مسؤولية، ما يدرون يعني كان في الدنيا أكون ناس قبل الشقة، فيمكن هو رابط الأيام الحالية مع الشقة والمسؤوليات والمشاكل. نعم. تفسير حلو حبيته. خلينا الحين ننتقل من الذكريات إلى الاهتمامات. بو فارس، أنت معروف أنك يعني دعمت برامج الطبخ الكويتية على مدى سنوات. يمكن أنا يعني ما أعرف شيف يطلع على التلفزيون ما صور بمطابخكم، وهذا شيء تشكر عليه. لكن قبل لا نتكلم عن هذا، خلينا نرجع إلى شغفك في برامج الطبخ وفي الطبخ نفسه وبالمطابخ. مسؤولي طباخ من كثر ما شفت الأمانة، وباختلاف مدارس الطبخ وباختلاف الشيبس اللي جاءوا وهم طبخوا الأمانة لا تعلمت الطبخ بس من الشوف، ما طبخت وياهم. يعني صار عندي المطبخ بالشعلية مجهز، مطبخ كامل على قولتهم من يعني جميع الأشياء اللي أنت تحتاجها. فالشغل اللي كان يطبق هناك وأطبق الشيء اللي أنا أبي. إحنا طبعاً برنامج حلو وبسيط في أداء. أنا من الناس اللي ما أحب الثوم، ما أقدر أكله. كنت هذا بس ما أقدر أكله. يعني أكل طبياً قصدك؟ أي طبياً ما أقدر. يعني هو على فكرة كمعلومة ترى الثوم يؤثر على 80% من الناس. بس من قليل إلى ناس ممكن يأكلون يقطهم مستشفى يأذيهم. يعني على الرغم من فوائده سبحان الله، على الرغم من فوائده في 20% أبدا ما يأثر فيهم، بس وايد ناس هو ممكن يأثر عليهم. أنا يعني كذي من الناس خل أقول الربع التأثير بس حاجة أكل أما أقدر مبطر. فوايد خربت ناس الحين، خربت والله، خربت حتى مطاعم حالتهم ما يحطونه إلا بالطلب. إذا يعني غيرت وصفات خاصة يمكن الأكل الشرقي على الإيطالي على منطقة الميديترينيان كلها معتمدة على الثوم. الثوم زيت الزيتون هناك صوب البحر المتوسط. صحيح. فأيضا تكلمنا شوية قبل لا نصور الحلقة عن حبك لبرامج الطبخ الأجنبية. شلون تشوف يعني شنو الشيء اللي يشدك في برامج الطبخ الأجنبية مو موجود بالعربية؟ شوفي الأجانب عندهم ترى يعني خل أقول نوع من الانفتاح التام 100%. إحنا هني في دول الشرق لا، أكو أشياء وضوابط تضبطنا ما يقدر أي تلفزيون بالحكومي أو حتى مو حكومي حتى لو تجاري حين في الكويت يسوون. يعني أكو هناك الانفتاح اللي موجود عندهم الكلام القطات ما يحاسبون لحق أي شيء. تحسين تشنيت قاعدة بدوانية مو شنو قاعد يطبخون وتحكون من صج، ما في أي نوع من المحاسبة. يعني تحس يعجبك فيه الواقعية 100% والطبيعية. اي 100% هم يتكلمون بكل أريحية يتكلمون وما عندهم أي شيء يردهم، ما عندهم هذا غلط، ما عندهم هذا حرام، ما عندهم هذا شيء كذي، لا يعني بعض الضوابط البسيطة جدا. احنا هنا بالكويت لا يعني مثل منو من الطهاة العالميين تابعت وحسيت تأثرت بستايل طبخه؟ يعني شوف يعني جولدن رامزي من الشيفز اللي موجودين في العالم أصلا لا برامج يروح يصلح مطاعم يقضي بمطعم يفنش اللي فنشه يقط تشولهم يقط كل كذي دش الثلاجة يبدلها لهم كل شفتي كل هالسوالف هذه كذي برامج حلو. بس يعني الحين احنا نذكر جولدن رامزي معظم حلقاته يصوروا في مطبخ بيته زين ما بدل. ليش احنا بالتلفزيونات عندنا مهتم ان احنا لازم يتبدل المطبخ؟ اوكي تغير لون، صار حمر، صار خضر، صار خشبي، صار ستيل على راسي لا الوناسه مالته. يعني قصدك احنا مهتمين في الديكور والبهرجه وشكل الاستوديو مالنا اكثر من المحتوى؟ لا هو مهتم بس انا كمشاهد او انت كمشاهد يعني انت قاعده تشاهد هذا الشيء. انت ما راح لو انت تحبين الطبخ انت ما راح تشوفين الـ يعني المطبخ هذا حمر ولا خضر. صحيح. انت راح تشوفين الطبخه علمني هذا الشيف طريقة الطبخ بطريقة حلوة، طبخة زين ولا مو زين. ها تمام. بو فارس، هم من بعض هواياتك واهتماماتك اللي اندثرت للأسف حب الرسم والفن، وعندك لوحة يعني تعتبر وايد خلينا نقول مبتكرة. نعم. أوكي. وليش وقفت؟ والله الوقت
الوقت والسواقة يعني الرسم أو أي شيء يعني أنا مو إلا يعني في وايد محاولات أنا سويتها زين بالنسبة للرسم. من هذه اللوحة هي لوحة المادة مالتها الأدوات الخشبية المستخدمة بالطبخ وصلت لي 150 نوع كنت أعتقد ما راح أوصل لي 15 وصلت 10 مرات أكثر لأن الحين لو تقول حاجة واحد عندهم الشوكة والقفشة يعني إنما لقيت أدوات تستخدم في الطبخ مباشر أو غير مباشر وايد يعني 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 الحين يمكن الناس شافتها بس من زمان عندنا أوكي مبشارة من خشب سكاكين خشب سكاكين تقص مو بس تجينا كشكل لا لا سكاكين مسوية من خشب وتنسن يعني أشوفك أنا جدا كرياتيف أوكي وبعدين يعتبر الفن من أكثر الهوايات اللي الإنسان يهرب فيها من مشاكل الحياة خصوصا اللي يشتغلون في البزنس محتاجين متنفس هادئ فما تحس إنه ممكن ترجع لها الحين مع ساعات تحرش الأمانة وشيء بس هم ما تكمل أنا على فكرة خل أقول لك شغلة الحين تذكرت بس أنا ما راح أنافس مخرجينا ومصورين الكادر الحلو اللي موجود كله أنا سنة 68 زين أول مرة أشتري كاميرا السوبر 8 كانت 8 مليمتر عرض الفيلم طبعا فيلم عادي تحميض والسوالف هذه فماكو صوت طبعا ماكو شيء فسويت فيلم هو مدة أعتقد 4 دقائق وشوية سميته هكذا كانت الكويت وهكذا أصبحت كان لا يزال أكو بيوت الطين موجودة في الكويت فرحت طبعا ما كنت أسوق كنت صغير أروح مع يسمونه مع السائق أوكي درت على الأماكن حطيت إيش كثر كم على العداد ما كان ما عندي خبرة هذا ما عندي هذا كتبت على بوسط الفيلم حين خلصت النص حطيت حين نص الفيلم هكذا كانت الكويت وهكذا أصبحت وبديني كنت كاتبها تمام وبعدين رحت عد صور شعر فهد سالم شعر سالم المبارك هذا يعتبر فيلم وثائقي يعني أنت في والله بس عندنا القاع موجود عندي موجود بس أنا كنت مصور وايد يعني كنت مصور فوتوغراف وكنت هم سينما نعم إيه بس وايد الأفلام بس القاع يعني إن شاء الله إن شاء الله نشوف منه مقطع أبو فارس بعض يعني البزنس من إنزين اللي دائما مثلا يسافرون برا وشايفين العالم عندهم اهتمامات بدول أوروبية ولا خلينا نقول شرق آسيا لكن أنت يظل عشقك الأول خارج الكويت مملكة البحرين شنو الشيء اللي عجبك شنو يشدك في البحرين ما تلاقي بدول ثانية شوف البحرين كانت طيبة أهلها و وال يعني ما يحتاج أنا أخلق ولا أتكلم عن هذه الشغلة أنا كل من يعرف عنهم هذا لا يستاهلون يستاهلون كل الطيب والله للأمانة أنا أبوي بال38 الله يرحمه درس بالبحرين من 38 لل40 سنتين درس بالكلية الصناعية هناك هو وعنده ثنتين من خالاته أيضا عاشوا أو تزوجوا بالبحرين وعاشوا وتوفوا الله يرحمهم بالبحرين فهذه ظل ارتباطه أبوي رحمه الله عليه لين توفى علاقته مع البحرين فهنا أيضا نفس الشيء يعني هم ارتبطنا وعندنا أيضا كانوا بحرينيين مثلا عايشين هنا بالكويت كانوا يشتغلون بالكويت أو عايشين بالكويت ردوا البحرين فظلت العلاقة وارتباطنا وياهم وغيرهم يعني هم تعرفنا على ناس ثانية فالطيبة والسهولة اللي تلاقينها عند شعب البحرين موجودة عند ناس ثانية لكن عند البحرين البحرينيين بالذات هم علاقة للأمانة وطريقة تعاملهم مع الناس وحبهم للناس هي شغلة مميزة عندهم يعني السفر رقم واحد بالشعب مو بالجو ولا بالطبيعة الجغرافية أكثر من أي شيء ثاني المكان ومن المكين المكان من المكين من الشخص اللي أنت موجودة فيه وياه لو تروحين كذي قاعدي موقف السيارات برا بس أنتوا قاعدين يمع وناسة أنا قاعدين بقصر محل ما كلنا وفلان قاعدين فيه صح فهمت عليك حلو المكان من المكين ها
منو اللي انت عايشه وياه وانت قاعده وياه؟ هذا نعم صح لسانك. ايضا من اهتماماتك كره القدم، لكن انت خلينا نقول متعدد بالانديه اللي تحبها. نعم. يعني انت عرباوي ومانشستراوي وبنفس الوقت ريال مدريدي. موزع الحب على ثلاث فرق. النوادي اللي كانت اي والله يعني لما الحين الواحد متابع وياهم، انا السنه ريال مدريد شويه وحتى مانشستر. اي طبعا من عندكم يعني كريستيانو. للاسف في بعض الاهتمامات او بعض الشغلات قاعده تصير من الرياضه، الناس ممكن يقعدون بالديوانيه ويتخانقون هاللاعب هذا ولا لاعب ذاك. بالاخير ترى ما يعني خصوصا بالنسبه للانديه برا ترى ما ناس شغل فيهم. اللي هذا برتغالي وهذا اسباني وهذا أرجنتيني وهذا إنجليزي، ها مش هكذا خلنا نقول أنتم علشانهم. بالأخير الفن في الرياضة مفروض لما شفت اللاعبين لما يصفر الحكم اللي مساع مكافخ بسط الملعب. نعم. في يطلعون سمع بعض وطلعوا تقشمرون ومتلاعبين يمشون مساع مكافخ بسط الملعب. مفروض الرياضة الناس تتعامل وياها كذي. صحيح. أنت تطلع من الرياضة خلصت المباراة، هذا شنو استمتعت انت فيها؟ هاللعبة هالكرة هالباص هالجول، بس انما بقعد انا معايات ومخانق وما ادري شنو على ناس قاعد يلعبون باسبانيا مش حاجة ما له داعي. بعد والله العرب يلعبون مع القادسية وهذا خذها بشيء اوكي ديرتك، بس هناك انت ايش حقه ما له. بالضبط. نعم. غير كرة القدم، في بداية الحلقة ذكرت انك طبعا مهتم جدا بقضايا التعليم، وانت من اسرة يعني خلينا نقول اسماءها تخلدت على مدارس دولة الكويت. في مدرسة باسم الوالدة رحمة الله عليها. نعم. السيدة شريفة العوضي. نعم. ايضا في مدرسة باسم الوالد شيخان الفارسي. شيء جميل ان. نعم. تشوف يعني عائلتكم اساميها موجوده على شيء يبني الجيل. نعم. اللي موجود اليوم. هل هذا الشيء هو اللي خلاك مهتم بقضايا التعليم من الصغر؟ يعني خل اقول ما يخاف ارجع لذكرى مو زينه، ذكرى الغزو. نعم. حاول بالغزو انه ينشال كل شيء. بس ما قدر يشيل العلم من الناس. تمام. العلم الموجود داخل الناس ما قدر يشيله. اشياء وايد ممكن تتيم تغيرينها، لكن اذا انت تعرفين انجليزي خليك انت ما تعرفين انجليزي ما تقدرين. اذا انت مثقفه، اذا انت عندك هذه القدرات بسبب التعليم اللي انت متعلمته ما اقدر انا اشيل اشياءها. فكل الاشياء الماديه اللي موجوده عندنا هي اشياء ماديه. انت ممكن عندك يومها تليفون باكر يمكن يطلع شيء امه تبي ايش اخباري عندي هالتليفون، ها بس العلم اللي موجود عندك هذا شيء يعني انت غرستي وزرعتي داخل نفسك، مو شيء انت اقتنيتي، مو شيء انت شريتي. العلم لا لا، ها وجوده واهميته بالنسبه لك انت كانسان يعني هو 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 الدينمو مالك. نعم. هو المغير مالك، ها هو المحرك مالك هذا. ها من اجمل الاشياء اللي تعجبنا بشخصيه حضرتك انك محاط بالشباب دائما، يعني ما تحس انك مثلا لا لازم تكون بس من جيلك، لا دائما مواكب كل جديد، كل ما يحدث في التكنولوجيا، في اهتمامات الشباب. شلون قدرت انك تصادق الشباب بغض النظر عن خلينا نقول السنوات اللي بينك وبينهم؟ شلون توصل لهم بهالسهوله؟ وهذه الأشياء الحين حركية، الواحد يعني مثلاً بالطائرات الورقية أو بتروحين حداق وهذا الأشياء اللي كنت تسويها يوم أنت صغير وكبرهم. تمام. هاي تكلمت على يعني الناس الخاصين اللي وياي مو العموم. زين هذا الحين ما تقدر أنت تسويها. زين فمعناته الناس اللي هم ربعك واللي كبرك اللي كانوا ممكن يسوون وياك هذه الأشياء الحين هم كلهم أيضاً بعد كبروا وصاروا ما يقدرون يسوون هذه الأشياء. أي شباب يصير عندك ثنتين أو شيئين آسف انت قاعد تستخدمهم، اكو جانب خبره اللي هو انت واكو جانب الشباب والقوه والاداء من عندهم هم، فين خلطون والله تطلع خوش كيكه. تمام. تطلع خوش كيكه. صحيح. اي هذا يعني يعني لو الطيارات تدين علي انا بس انا بروحي لا مو بالسهوله هذه. نعم. اصلا الجهد اللي تطلب منها انا ما اقدر الحين اديه باللي كنت انا اديه قبل 20 سنه ما تصير ما تقدر انت هذيلا. بس الحين ما شاء الله عليهم الشباب هذيلا صاروا لا خلاص أعطيتهم الخبرة أعطيتهم الأشياء هذه وناسة. أيضا أنت وجودك مع
يعني حتى اوكي انا الحين اضرب نوف ورجعت معي حال بنيات على هالكبر وسبع وثمان سنين اوكي انت الحين وايد اكبر انت منهم بس انت وناسك وياهم ترى يرجعونك صح يرجعونك لاشياء لذكريات حلوه و و و انت طبعا انت ما تقدرين تردين انا ما اقدر ارد انا صغيره مثلهم بس هم وجودك وياهم لها يسمونها لها الوناسه مالتها صح ممكن انه يحيي الطفل اللي داخلك إيه وينعش مرات ان الواحد يتكلم مع كل الاجيال واتوقع انه يساعدك تفهم الماركت اكثر تفهم التوجه في البزنس اكثر وين وصل الحين صح ولا لا اوف وايد وايد هذه النقطه يعني انت يعني انت بتيها بالبس يعني ممكن لو تقولي لي انت الحين سوى مطبخ أو بالمطبخ أنا أقول لك أسوي كل برسل على أبيض فوكيني بعد حاجة أنت معورة رأسها بس لما تجين الشباب لا شنو الأشياء اللي الحين صار يحطونها وما أدري شنو أنا مو شرط أنا أكون أعرف لها أو شنو اهتماماتهم حتى في المطابخ صرت وايد يعني ساعات أنا حتى في هذا الحين ما أقعد فلما أشوف هذه الريال ومرتي جايين وشباب تهم شكلهم هذا لا أقول حق وخر يلا تعالوا أنا قاعد وياهم ليش أستفيد منهم؟ نعم. أبي منهم وأنا بعطيهم. وهذا أنا بعطيهم بس أبي منهم هم هذا يدل على ذكاء. أيضا عندك اهتمام بمجال مختلف تماما عن كل هذا اللي هو بنيان البيوت بما أنك وقفت على بنيان مو بس بيتك أيضا نعم. بيوت أبنائك. اليوم شنو توجه نصيحة حق كل شاب قاعد يبني بيته الأول؟ ويعاني من المقاولين ويعاني من الغش مرات والأسعار هذه شنو تنصحها بعد كل هالخبرة شوفي ال- 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 الغش ما غش هذه قضية أخرى اللي الغلط اللي للأسف حين قاعد يصير أنت لا تزال خلي أقول عندك أرض لا تزال أنت لا بنيت شيء أنت لحين واقف على الأرض ما دشيت بحر تمام أنت ما دشيت بحر البنيان أنت لحين واقف على الأرض عندك بنيان هذه خريطي تمام هذا كمية البنى اللي أنا ببنيها هذه نوعية البنى اللي أنا ببنيها هذه الشغلة أنا أقدر أرقمها أو أسويها أرقام قدامي من تعال أنا إيش كذا بيكلفني مثلا الأسود إيش كذا بيكلفني التشطيب شو نوعية التشطيب اللي أنا بحطها كل الأمور اللي أنت بتسويها روح ادرسها من الحين كلها كأوراق أخذ لك شهرين أعرف أنت هذا البنيان بيكلفك 200,000 أنت إيش كذا عندك تقولي عندي بس 100,000 في المعطي الحكومة ما عندي حتى دينار غيرها أقول لكم وين بتجيب 100,000 تجيب 1,000 أنت بتروح تتسلف بتبيع اللي عندك مني ومني والسوالف هذه كلها من وين هذا بكم سنة أنت بتردها إيش كثر بيصير عليك فلوس إيش كثر الدين اللي أنت بتقعد 30 سنة أنت تقعد تسدد بهذا الدين ايه؟ إنزين على بتقولي أنت بيت العمر ما تخرب فيها عمرك أنت على قولت يعني يمكن الشام يعني تقصف عمرك ما شو يقولون هذيلها تمام فأنت ما له داعي يعني اعرف على الأقل أنت إيش كثر تبي تحط ليش تدش بحر وأنت ما تدري هذا الغلط للأسف إنهم يدشون ويبدون يعتقدون أن 100,000 تكفي نعم. هي تكفي لو أنت بنيت المعقول هي راح تكفي لكن لا نبي هذا الستاندرد وهذا المستوى وهذا المستوى وهذا المستوى وهذا يزيد 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 تلاقي طلع ضعف المبلغ وايد بأي شيء أنت قاعد تسوينه نعم. أي شيء يضاعف وياك كانت أنت الحين عازمة 5 بنات اكتشفت إنهم صاروا 10 زين الأكل أنت بغيبي حق 10 نعم والله بالنسبه بفارس وعياله يعني كبروا ما شاء الله الله يحفظهم فارس وفهد والبنات الله يحفظهم علاقه اخويه مو يعني تشوف فارس ويا عياله انه ربع الله يحفظهم ان شاء الله وتمم عليهم ان شاء الله بالنسبه للطيران يعني وصلنا مرحله انا كنت معاهم يعني من اول مشوار تقريبا وسافر معاهم انشهرنا وشهر الكويت جزاه الله خير يعني بالعلم الكويت ويمكن شفتوا يوم رفع العلم الكويت ببيرغ بفرنسا وبإنجلترا وعدة أماكن يعني وصل علم الكويت بأماكن ما يعرفون الناس أبو فارس أنت مثل ما قلت بداية الحلقة أب لعيالك الله يخلي لك إياهم الخمسة لكن فارس
اللي طبعا ينادونك باسمه هو الوحيد اللي اشتغل معك الباقي. نعم. كل واحد توجه الى كارير ثاني. نعم. فايش معنى هو اللي يعني هل بالصدفه لقى نفسه في نفس مجال العمل ولا انت اللي وجهتهم هالطريق؟ والله هو طبعا حكم العمر هو الاكبر. ايضا التخصص ماله كان كاداره والكلام هذا فهو كذي يعني ساعات ظروف العمر فتصير فهد والله مثلا اصغر من البنات بينهم بنات ما يعني موجودين هم من ضمن الشركه والسوالف هذه لها فهم بالاخير يعني يعني خلينا انا اقول لكم انتم عندكم يعني من ضمن الحلقه انتم تكلمت مع اسماعيل العوضي وهذا من 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 يعني اخوي بالهذا ونفس الشيء هذا ايدك اليمين ولا عزر فيد عندك ولا شنو بالضبط وهو بكل شيء يعني وايد من ناحيه الشغل من ناحيه المعرفه من ناحيه الكلام العلاقه هذا لا لا يعني بدون اخوان الدنيا اقول لك ايه ونفس الشيء ترى على فكره يعني حتى عيالي يعني عيالي ترى ربع انا بطريقتي سويتها كذي يعني مع الصبيان ونفس الشيء مع البنات هم ربعي اتعامل وياهم هم ربع انا هذا مو ابو وعياله ولا ابو مع البنات ولا شيء هذيلا كل واحد على على يعني خلقه شخصيته وعمره والكلام هذا بس تصير وايد اسهل تصير وايد اسهل بالتعامل مع هذيلا ابو فارس طبعا يعني عن بعد كل الكويت تمدحك وتشكر فيك واليوم عن قرب زادني طبعا الشرف اني اتكلم معاك واعرفك شخصيا كل الشكر لك جزاك الله خير مشكوره على الكرم طيب شكرا